مرحبا. صحبتين. شو؟ إن شاء الله ارتحتوا بالنومة. إذا بتبردوا ها بدبركم بطانيات زيادة. كثر خيرك. شو وينه صاحبك؟ بشوفه مش هان. صاحبي راح على الوظيفة جديدة. اللي بتفع الراس. اللي مبين آخر عمرنا راح تجيبنا في الأرض. وغير واعي اللي جبت له إياها؟ آه. وما شاء الله لبقت له. وانت ليش ما غيرت وعيك مثله؟ انا واعي المهربين بتلبقليش. يعني هالعناد بتفكر راح يفيدك؟ يا زلمة تعال انت، ايش حكايتك؟ انت طالع لنا في اليانصيب؟ حلوة هاي. طبعا لانكم كسبتوني وانا كمان كسبتكم. تفضل شوف متع نظرك. هذه صوركم المنشورة في الجرايد، سحبت لكم عليهن مشان الهويات جوازات السفر مزورة. يا عمي انتوا هسه صرتوا مغامرين، والمغامر لازم يكون شجاع وذكي وعاقل. صدقني فلسفتك وتخاريفك هذه ما بتقنع الا الاخوة والمجنون زيك. لا 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 يا طيب، بس صاحبك النشمي العاقل اقتنع بتخاريفي وفلسفتي، وانا بدي اياك تكون عاقل اكثر منه. عاقل؟ اسمع يا ابو اسعد، الفخ هذا اللي قاعد تنصبه انت للبشر انت اللي راح تقع فيه. بس ما ظنيت انه الفخ يصيد صاحبه. لا، فخ القانون بيصيد كل الغلطانين. بس لا تنسى انه الفخ منصوب الي والك، ولا نسيت انك خارج عن القانون ومطارد ومطلوب راسك؟ خاطرك عشان تاكل. كان يقول لك يلا يا نادر نتوحش وناكل مثل الرياضيين، صح؟ ليش؟ لأنه الرياضيين باكلوا مليح عشان قوتهم وصحتهم، صح؟ لا يا حبيبي لا ترد على هذا الحكي، هذول بيحكوا هيك مشان يخوفوك، أنا ما شفت شرطة ولا حدا. لا ترد عليهم يا حبيبي وكل. شو
كنت راقب فيك من وراء الشجر وانت سارح، ترى كثر التفكير بتعب المخ. أبى أفكر كيف بدي أسرق حصان زينب. حلو كثير، وعجبتني كثير. سحبتك للفرد دليل انك صاحي وقد حالك. بس هذا صاحبك هو شو اسمه، غزوان؟ ماله؟ خويف جبان ومتردد. تصور رفض يغير الاواعي بالاواعي اللي جبت له اياها. انا بصراحه واحد مثل هذا بخوفني. كل الشرفاء بيخافوا من الغلط، عشان هيك لازم نخاف منهم. يا اخي ما احنا فهمناكم، شغلتنا ما بتضر حدا. بسيطة بسيطة. وين هاي زينب؟ لهلا ما شرفت لا هي ولا حصانها. آخرتها بتيجي. بدك تتعلم على الصبر، ولا بدك تسوي لي مثل صاحبك خويف ومتردد؟ لا لا اطمن، كل شيء اتفقنا عليه ماشي. بعدين من شان صاحبي لا تقلق. أنا مني وعلي مش قلقان، الشرطة هي اللي قلقان كثير. تفضل. طبعا يا عمي، صرتوا مشهورين من قدكم، صوركم معبي الجرايد والتلفزيونات. بس احمدوا ربكم الهوى رماكم لعندي. لا 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 يا طيب. شو بدك تقلد لي صاحبك؟ ترى هيك ما بتوفي معي. شو يعني ما بتوفي معك؟ يعني بصراحة بدنا نحط أعصابنا الثلاجة ولا بمشيش الحال. وبصراحة أكثر الظاهر أنت وصاحبك مش قد هالشغلة. بلا اطمن، أدوا أكثر. شو هالرصاص؟ حط راسك، هذا رصاص الشرطة. حط راسك، امشي وراي وخليك موطي راسك. هذا رصاص ناحية الخرابي. لا يكون على القليل مع رفيقي. يا أخي على القليل مع المهربين مش مع صاحبك. بقول لك صوت الرصاص من ناحية الخرابي، أكيد على قليل مع صاحبي. وأنا بقول لك المهربين علقانين مع الشرطة، وأنا بنفسي اللي وزع عليهم. بس الصوت كان بجاود بيسوي صدى، أنا متأكد إنه جاي من جهة الخرابة. طخ وقف، يا إما هربوا يا انقتلوا. مين؟ المهربين. الشرطة ناصبت لهم كمين مدبر عن طريق محسوبك. شو؟ يعني أنت اللي مخبر الشرطة؟ عاد مين؟ بس بيني وبينك بيستاهلوا. يعني بفهم إنه أنت مخبر للشرطة؟ اطمن اطمن اطمن، بيعرفوش إني بشتغل مع المهربين. بيعرفوا إني بشتغل شوفير على الخط من القرية للمدينة وبالعكس. مالك؟ ايش قدام؟ شو؟ خفت مني؟ ايش قدامي؟ يا رجل انا بخوفش. بقول لك ايش قدامي تحرك؟ لوين؟ لوين؟ الخرابي. بس الشرطة بعده ما طلعوش من المنطقة، بجوز يلمحونا. تمشي الطريق ما بيلمحونا، تحرك امشي. طيب طيب. أنت بتهددني بالسلاح اللي سرقتوه مني مش هيك؟ بقول لك تحرك امشي قبل ما أحط لك رصاصة براسك. طيب 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 طيب. تحرك. طيب طيب. شو هذا؟ يا اخوي مش عارف شو صار يا اخوي،
يا اخوي رصاص رصاص رش يا اخوي. رحت دخلت في الميه يا اخوي. كنت بدي اختنق. هو شو اللي صار يا اخوي؟ شو اللي صار؟ اللي صار انه حضرته طلع مخبر للشرطه. ايش؟ مخبر لمين؟ للشرطه؟ تسمحوا لي اوضح لكم المساله من غير لف ولا دوران؟ صراحة أنا قاعد أنظف المنطقة من المهربين. وأنت شو أنت؟ إيه؟ أنا مهرب وبنظف المنطقة لمصلحتي. وجوز زينب كان ذراعي اليمين بتنظيف المنطقة من المهربين. اللي كان ذراعي اليمين أنا اللي قتلته. بتقول كان ذراعك اليمين وأنت اللي قتلته؟ طبعاً. يعني انت اللي خبرت عنه؟ لاني انا اللي سويته مهرب، ولما كبر صار يهددني مثل ما حضرتك بتهددني هسه بفردك. بالمناسبه انا مسلح مثلك، بس سايرتك لاني احترمت فيك خوفك على صاحبك. وهي زينب كانت تعرف انه انت وراء قتل جوزها؟ شاكه، بس انا متاكد حتى لو عرفت مش رايحه تهتم، لانه عجاج كان مورجيها الويل، كان معذبها، كان قاسي عليها، وكان مهملها ويصرف مصاريه على الهمالة وقلت الحياة والكلام الفاضي. حتى اهل قريته ما كانوا يحبوه قد ما كان يخبص. يعني هسه عجا دورنا؟ بشو؟ بالتخبيص. ها؟ قصدي بالفخ اللي وقع فيه جوز زينب؟ والله ما انت قليل يا بسعد، هيك طلعت بتخوف. لا تخاف، وهسا صار ضروري تغير اواعيك بالاواعي اللي جبت لك اياها، احسن ما تمرض. مش مشان اشي، بس لانه صعب اوديك هسا على دكتور. يا اخوي ابو نادر، البرد ذبحني. ولك شو اللي بتقوله هذا؟ الناس بتقول انه اثنين اللي بينوا بالتلفزيون قتلتهم الشرطه بالجبل. انت متاكد؟ سأل دكان جابو سليمان. الدكان جابو سليمان؟ خير؟ شو مالك؟ ليش بتصرخ؟ الشرطة قتلوا اللي سارقين سلاح اللي طلعوا صورهم بالتلفزيون. روحي خبري زينب. روحي، مسكينة كانت خايفة تروح على تعشي بكرمها اليوم. روحي خبريها، عال قليلة بتطمن، خطية ظلها خايفة. وانت ليش ما دقيت عليها الباب وخبرتها؟ ولك الدين انهار والحرمة أرملة، بعدين أنا بخاف من كلام الناس. صحيح أنا جيران من سنين وما في حدا غريب، بس يعني انت عارفان مليح انا زلمة دغري وما بحب كلام الناس. بعدين وينك انت وقت ايش شفتيني بدق عليها الباب بالليل؟ ولا حتى بالنهار الا بالمصادفة. صح صح. واكد لي انهم قتلوهم بمنطقة الحدود، هفاك اللي انا شفته لما اجت عيني بعينه. قال لجوزي انه يخبر الشرطه وانهم هاربين لمنطقه الحدود. معناتها بدهم يكونوا يا زينب ربطولهم وطخوهم. يا حرام، الله يعين نسوانهم يا شيخ، اذا عرفوا انهم ماتوا. هسه اتركينا من هالسيره، وانت ديري بالك على جوزك الله يرضى عليك. من ايش يا اختي بدي ادير بالي؟ مش من اشي، بس يعني هالأيام لازم الوحدة تدير بالها على جوزها. مش شايفة شو اللي قاعد بيصير؟ هالدنيا ما ظل فيها أمان.
انتوا ما عندكم شقفتين ارض طرف القريه؟ خلي جوزك يدير باله عليهم وما تخليه يبعد كثير، ولا كلامي غلط؟ ايوه يا اختي، بس يعني عارف ماله بالعاده يبعد. انا بنبهك وبس. والله يا اختي الحق معك، كلامك مظبوط. وانتي يعني ليش ما بتبيعي شقفة هالكرمل من زاوية لحالها وبتشوفي لك حكورة قريبة؟ اي والله يا زينب روحت هالكرمل بعيدة عليكي. بتعرفي لو انا محلك اي بتر كيبور وما بدوسه برجلي. اسمعي يا زينب، في هذا ابو اسعد بتعرفيه؟ شو ماله؟ املاقي عارف جوزي وقايل له انه بدور على شقفة ارض مشان يشتريها. انت ما بتشوفيه يا زينب؟ لا. معناتها روح شوفي. وين بدي اشوفه؟ انا ما بعرف له منين ولا هو وين ساكن. اللي بعرفه انه كان صاحب العجاج وبس. انا بقول لك هو في له نقلات بالباص تبعه لهون لقريتنا، وانا بقول لعارف انه يترك له خبر مع اي حدا محل ما بوقف الباص تبعه ويقول له انها زينب بدها اياك. يا صفيه، ما بحب بيعته ولا شوفته. في كثير من اللي كانوا اصحاب العجاج ما بحب اتذكرهم ولا بحب اشوفهم، وانا كمان ما بدي ابيع ولا اشتري. هاي الارض مروية بعرق ابوي، مروية بدمه، ما ببيعها لو وزنوا لي بتراب هذا. اشرب الشاي، اشرب اكل. يلا بس يا اخوي بس. يعني ضروري كانت تتحرك بالمي وتتخبى ورا شجره ورا صخره. يا اخوي ما انت ما كنتش معي. رصاص يا اخوي زي المطر، زي المطر. قمت انا ورميت حالي في النهر وخفت اختني يا اخوي في المي. بسيطه بسيطه بسيطه. الصبح لما بيطلع الضو بعمل لك كاسه من اعشاب البريه بتفيدك. هذا بيطلع علي الصبح يا اخوي، انا خايف اموت يا اخوي. ان شاء الله بتصبح مثل الحصان. انا لازم تاكل وتغذي حالك عشان ما يصير معك انهيار. لا لا يا اخوي، بديش اكل، ماليش نفس الاشي، ماليش. الله يخليك. بدك ترجع على القريه مشان رئيفي؟ هو انا ايش اللي خلاني اصير هيك لرئيفي؟ زين لازم تاكل وتغذي حالك. بديش اخوي. بسم الله. كثر خيرك، كثر خيرك يا اخوي يا ابو نادر. انا اخوك يا غزوان.
السلام عليكم. وعليك السلام. خير، شو جابك لهون؟ مش قلت لك خليك بالخرابي نايم ودفي حالك؟ الحمد لله يا اخويا، الحمد لله. انا كنت وين وصرت وين يا اخويا ابو نادر، والفضل لله ثم إلك. عارف يا اخويا، العشب اللي سقيتني اياها مع المرميه هذه هي اللي طيبتني. طلعت انت يا ابو نادر مش بس مؤلف، طلعت دكتور كمان. طيب طيب، روح هلا ارجع على الخرابي، نام لك كم ساعه ودفي حالك منيح، لانه بجوز ترجع لك سخونه وترجع تنتكس. لا يا اخوي لا، انت اللي روح نام، انت عينيك ما شافتش النوم. انت نام يا اخوي وانا بستناك هنا. بس انا عم بستنى حصان زينب. ولا يهمك ولا يهمك يا اخوي، انت روح وانا بجيب لك حصان زينب اللي عندك على الخرابه. لا يا غزوان لا، انت رجال شهم وشريف وخليك هيك. ليش اخوي بتقول هالكلام؟ ما انت كمان شهم وشريف. ان شاء الله تحسب لي حالك خلص، وقعت مع المجرم هذا النصاب. هذا يا اخوي نصاب وبلطجي ومجرم، ما تمشيش معه. نصاب وبلطجي ومجرم، بس احنا مضطرين انه نوقع بفخه، لانه لازم نحصل على البطاقات المزوره. لازم انت ترجع لقريتك عشان رئيفي. لازم انا كمان اروح اجيب ابني عشان انقذه من التشرد والطيار. جيب ابنك هنا يا اخويا؟ يعني انت ناوي تسكن مع ابنك هنا؟ لا، بدي اجازف حتى على قتلي. مجانين، وتصرفاتنا تصرفات مجانين. يا اخي سامحني. انا ليش بدي اسامحك؟ لانه دائما بتحسسني انه انا اللي اقنعتك بالهروب. اذا كان هيك انت اللي لازم تسامحني. لازم تسامحني يا اخوي ابو نادر، لاني اوهمتك واوهمت حالي انك انت اللي اقنعتني بالهرب. والحقيقه مش هيك يا اخوي. حقيقة ايش؟ حقيقة النار، النار اللي في قلبي على ضعيفة، خوفي عليها من ربيع. مين ربيع؟ مش حكيت لك عنه يا اخوي؟ ابن النايب. بس انت حكيتي عن النايب، ما حكيتي عن ابنه. انا قلت لك لما النايب طلب اني اوصله بسيارتي، ساعتها يا اخوي تمنيت انه سيارتي تصير طيارة، عشان يا اخوي كنت حريص اني ارضي ابن النايب اكثر من حرصي على اني ارضي النايب. رضا الابن؟ ليش؟ لانه ابنه بحسب اني انا خطفت منه رئيفة، عشان هو يا اخوي حاول يخطبها قبل ما انا اخطبها. طيب وهي شو كان شعورها تجاه هذا ربيع؟ والله يا اخوي اللي بعرفه انها هي بتكرهه وما بتحبوش ابدا. تكرهه كثير؟ طيب وزي هيك انت ليش كل هالقد الان وخايف؟ الانسان يا اخوي طبع الانسان بيخوف، وبعدين يا اخوي انت استاذ وبتفهم كل شيء، يعني انت بتفهم في كل المسائل. مسائل؟ مسائل ايش؟ مش فاهم. ربيع ابن النايب يا اخوي عنده الجاه وعنده المال يا اخوي، الفلوس يا اخوي بتغير النفوس. صحيح، بس اللي فهمته منك كمان انه رئيفي بنت حلال وبتحبك وبتعزك، يعني ما بظن انها تتخلى عنك. بعدين انتوا مخطوبين رسمي مش هيك؟ رسمي يا اخوي رسمي، والخوف ساكن في قلبي رسمي، ومخدوم كمان بالختم الرسمي. معلش لازم نصبر، ان شاء الله بتتغير امورنا، وانا راح اروح معك على القريه واشهد على زواجك من رئيفي. انا خايف يا اخوي تشهد على موتي رسمي يا اخوي. انت صحتك لسه ما تحسنت، لازم تروح تنام لك كم ساعه
حتى. تفضل اشربها ويسخن. رزوان. ايش يا اخوي؟ بديش ايش يا اخوي؟ امشي لا تشربها. شوي يا اخوي، ايش بعد يا اخوي؟ ايش هذا يا اخوي؟ هذا اشبه؟ اشبه. سخنه يا اخوي سخنه. معلش سخنه ومره يا اخوي هذه. معلش معلش. مره. انت لازم تنام وتفي حالك منيح. انت مقلب لي بحد. لازم تملك شي يومين اقل شي، لانه متمائل هذا ابو اسعد. اذا بدنا ناخذك على دكتور بدنا نعرض حالنا للخطر. من وين طلع لنا ابو اسعد هذا يا اخوي؟ من وين؟ وين 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 يا اخوي؟ وين رايح؟ وين رايح اخوي؟ وين رايح؟ بدي اروح اغسل وشي على النبي. لا يا اخوي الله يخليك، تعال يا اخوي انا عيان يا اخوي، ما تخلينيش لحالي، بدي اموت يا اخوي. الله يخليك، معلش قلبتك معي يا اخوي ابو نادر. خذ يا اخوي خذ، مش قادر احطها على الارض يا اخوي، خذ. يا اخوي لا يا اخوي خلاص يا اخوي يا اخوي. مره يا اخوي مره يا اخوي. يا اخوي دخين الله. جوز عارف؟ معقول يكون هو؟ مرحبا يا زينب. مرحبتين، خير؟ ظاهر انك مصر تشوه سمعتي اكثر ما هي مشوهة بسبب جوزي الله يرحمه. مصيبتك يا زينب انك مش قادرة تفرقي بين سمعتك وبين سمعة جوزك، ولا قادرة تقتنعي انه الشرطة فاهمة انه انت مالك ذنب بغلط جوزك. اسأليني انا ابو العريف، انا اللي بعرف. وانا بعرف انه عجاج ترك لي سمعة مرمغة بالواحد قدام كل اهل القرية لانه معلمينه المحترمين. على كل حال بدك تتأكدي انه انا قاعد انظف لك هالسمعة حتى اسألي. اسألي الدكنجي أبو سليمان اللي عندكم، اسأليه شو قاعد أحكي له عنك. وهسه شو نهايته هالحكي؟ ولا شي، سلامتك، كلمة كثر خيرك وبس. أكيد تفتي لما شفت الأرض مفلوحة والماتور مصلح. هذا أنت؟ عشان تعرفي، قلت لحالي من يوم مفات عجاج الله يرحمه ما حدا قدم لي خدمة إنسانية ولا ساعدك، تخلينا نقول الدنيا بعدها بخير. على كل حال كثر خيرك، بس بتمنى هالمعروف يكون أكيد خدمة إنسانية، مش لا تقنعني. لا بدي أقنعك ولا تقنعيني،
إلا إذا بدك تقتنعي لحالك إنه أنتي صار لازم تتجوزي وتنستري، ولا أنا غلطان؟ يا أبو أسعد، أنا كرهت عجاج وحياة عجاج لأنه عيشني بالعفن. بس أنا غير. أنت اللي ما بعرفك بجهلك، وأنا ما بدي أحكي أكثر من هيك. الله يسامحك. إي والله الله يسامحك، بس بدي إياكي تتأكدي إنه أنا قلبي صافي ونيتي سليمة. خاطرك. يا أخوي أنا متت، يا أخوي يا أخوي متت العادي، يا أخوي يا يما برد، يا أخوي برد وحرارة، يا أخوي سوا يما. أنت شو قاعد لهسه تسوي هان؟ وأنت ليش هيك بتحكي معي؟ زينب بالكرم، وانت قاعد هان مسترخي ولا على بالك؟ صاحبي مريض مش لازم اتركه. ماله؟ سخونته قوي من امبارح، بعدين انا قبل شوي راجع من الكرم. زينب هسه بالكرم وهاي فرصة. فرصة ايش؟ يعني بدك اياني اروح اقتلها عشان تنفذ مقاربك؟ انا بدي افهم، بدكم اساعدكم ولا بدكم تسلموا حالكم؟ لمين يسلم حالنا؟ لمين يعني؟ للشرطة. اسمع، ترى انا وقت الجد اللي احسن منكم مش سائل عنهم. انا بدي قرار هسه. زينب لساتها بالكرم؟ اكيد. طيب خليك هون ارجع. بس لا تنسى مثل ما سبق وفهمتك. ايش؟ زينب ما بديها تعرف انه الي اي علاقة بالموضوع. ولوياتي مزورة جاهزة؟ جاهزة، والجوازات على الطريق. بس بحب اذكرك، عجاج جوز زينب بكل مكره انا امكر منه، دير بالك. توفيق.
شرب لك كوباية شاي بترتاح. آه يا أخوي، شاي شاي، ذبحتوني بالشاي يا أخوي، أنا سخون وبرودة ذبحتني. وديني عند الدكتور يا أخوي، الله يخليك أنت. آه بسيطة بسيطة. روق روق، بدك تتحمل، هاي الحق عليك. حدا برمي حاله بالمي بأواعيه غير المجنون؟ إذا شوية رصاص صوتها خوفتك، بكرة شو بدك تسوي على صوت القنابل والطيارات والرشاشات؟ ما أنت قلت شغلتنا يا أخوي هاي في التهريب بدها رجال. ما أنت قلت يا أخوي، أنا مجنون، أنا مجنون مجنون، بس ودوني على الدكتور يا أخوي، ودوني على الشرطة، سووا فيه اللي بدكم إياه. أنا يا أخوي بديش أموت هنا. الله يخليك ها. الله يخليك يا أخوي. متينا بالله يا أخوي. هاي صاحبك البطل شرف راكب على الحصان، هسه الثقة بيناتنا ما عليها كلام. ثقة؟ أمي بحكي عن ثقة. واسمع، بدك توديني على دكتور، بدك توديني على دكتور. يا مجنون أنا بدي أموت. خلتني يا مجنون، بدي أموت، خلتني يا مجنون. أنت حرامية، خلتني وين؟ وأنت كمان رح تيجي. أنت حرامية، بدي أموت. وسيرتك تحت بعيدة شوي. والهويات والهويات. مثل ما بتهم، صدقني خلاص. يلا اركب. وين وياك؟ حاضر. الهويات. بس مثل ما بقولكم، اتصرفوا بهداوة أعصاب الله يخليكم، ترى لا تورطوني معكم. تفضلوا. وقفت. شو؟ مش اتفقنا نهدى؟ تتصرفوا مثل ما بقولكم؟ ايش يعني؟ يعني ضب هالفرد، حياتكم بتهمني مثل ما بتهمكم. بعدين صاحبك عنده شوية رشح، مش مستاهل تكشفوا حالكم للناس وللشرطة. شوية رشح بروح بجيب لها شوية أدوية وخلصت، خلصنا. شو؟ اسمعوا، ترى أنا ما بهمني، برميكم في القرية وبمشي،
ما بدي اتورط معكم. طيب بس بتخلي السيارة هون. ماشي الحال. إذا مر حدا وسألكم ليش السيارة واقفة هان، قولوا له خلاص بنزينها وصاحبها راح يجيب لها بنزين ويرجع أو أي إشي. طيب طيب، بس ما تتأخر. ها؟ هيك؟ عجبتني. زينب حكيت معها؟ ما انا شايفك يا اخويا، بس يا اخويا سالتك انت مين؟